الموضوع الاخر اللي راح نتكلم عنه هو الريبيتنج يونت بليسمنت، اي توظيف الوحده المتكرره. عندما يكون عندنا بالنسبه للايزومرازم البوليمرات اللي تكون من نوع هومو بوليمر، اي ان المونومر يحتوي على بلوك او جروب، هذا الجروب راح يكون باتجاه ثابت اي نورمال بوزيشن، او راح يكون بمختلف. وهذا المثال راح ينطبق على البولي ستايرين اللي موجود امامكم في الشكل. نلاحظ انه حلقة البنزين اللي راح تكون بشكل برانش، هذه الحلقة بنزين توزيعها اما راح يكون بالنسبة لفيجر رقم اي راح يكون باتجاه واحد، اي بوزيشن لهذه المجاميع راح يكون ثابت، او راح يكون بشكل فيجر بي اللي هو راح تكون تناوب بتوزيع البرانش، اي مره راح يكون باتجاه اليمين مره باتجاه اليسار، وبالتالي راح يثبت لنا في شكل منتظم او ريجولار تشين ستراكشر. راح ينتج لنا هيد تو هيد، عندما يكون ربط هيد تو هيد او راح يكون تيل تو هيد ستراكشر. النوع الاخر من البوليمرات عندما يكون كوبوليمر وليس هوموبوليمر. الكوبوليمر كما تكلمنا عنه بالمحاضرة السابقة، قلنا الكوبوليمر هو عبارة عن وجود نوعين من البوليمرات مرتبطة مع بعضها، عندما يكون نوع اي او بي. هذا التوزيع للبوليمرات راح يكون او نمو السلسلة البوليمرية راح يعتمد على عملية البلمرة، اي عملية تكوين الكوبوليمر. قلنا باربعة انواع، سواء كان من نوع الراندم العشوائي او الالترناتيف او الكرافت او البلوك كوبوليمر. كما تلاحظون بشكل الكوبوليمر راح يكون ريبيت يونت، اما تكون بشكل هوموبوليمر اللي هو هذا الشكل هوموبوليمر، اي ان الريبيت يونت هو متكون او الزي البوليمرية متكونة من نوع واحد من المونومرات. او عندما يكون عندنا النوع الثاني والكوبوليمر اللي هو الترناتيف كوبوليمر، راح يكون توزيع المونومرات او ريبيت يوني راح يكون بالنوع متناوب بين بوليمرين مختلفين، اي مونومرين مختلفين، عندما يكون النوع اي بي اي بي هذا يسمى بالترناتيف كوبوليمر. او عندما يكون عنده شكل كرافت، اي ان السلسلة البوليمر الرئيسية راح تكون من نوع اي مونومر، والكرافت راح يكون من نوع بي مونومر. وهكذا بالنسبة للكرافت ممكن ان يكون بشكل هومو بوليمر للسلسلة الرئيسية، او ممكن ان يكون بشكل كوبوليمر ويحتوي على الكرافت اللي مرتبط بالسلسلة البوليمرية اللي هو البرانشينج للنوع الثاني من البوليمرات، او راح يكون بشكل راندم بوليمر كوبوليمر، راح يكون بالنوع بلوك اي بي. هذه راح تمثل لنا هذا الشكل، راح يمثل لنا بالنوع من البوليمر، عندما يكون ارتباط بلوك بوليمر راح يكون مجموعة من المونومرات مرتبطة بعضها تكوين جزء معين من السلسلة البوليمرية، بعد ذلك راح يكون ارتباطات من نوع بي وهكذا. احنا قلنا كل الخواص الفيزيائية المرتبطة بالسلسلة البوليمرية راح تعتمد على التركيبة الكيميائية، يعني الكثير من الفاكتورات الرئيسية اللي تعتمد على تكوين البوليمر. هذه الخواص تنتج نتيجة الارتباطات اللي تحصل بين المونومر، سواء كان من نوع هوموبوليمر او كوبوليمر. هذه الارتباطات والروتيشن الدوران الداخلي او السولفيشن او الستريشن، يعني المط والشد للكثير او العديد من الريبيتنج يونت او المونومرات المكونة للريبيتنج يونت، هذه هي اللي تحدد لنا مرونة
أو صلادة السلاسل أو التركيبة البوليمرية. وبالتالي لو ناخذ هذا المثال اللي هو يكون البوليمر تشين بروسيس سيمي فليكسيبلتي، راح نشوف انه توزيع انكابسوليشن راح يكون تطبيقها بالصناعة راح يعتمد على نوع الفليكسيبلتي، عندما يكون بشكل ممكن يستخدم كاثود او ممكن يستخدم اوبتيكال ماتيريالز. هذا كل ما يخص المحاضرة اللي الثانية اللي تخص بوليمر فيزيكس. ان شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نتكلم بشكل تفصيلي عن الايزوماريزم اللي يخص الريبيتينج يونت انواعها واشكالها بشكل اكثر تفصيل